بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، انطلق موفق عاملين، التوفيق للجميع للمشاركين والمنطلقين في شوطنا السادس في مجموعة الأشواط. خصص هذا الشوط للفية الإبكار، أسير مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط، والانطلاق مع عملول سليمان بن سالم الوهيبي ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني الغدوم من الشاهنية، أيضا من يتواجد حمد بن غدير الوهيبي على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من الضبي صقر بن سالم المسعودي على المركز الثالث. والمركز الرابع القادمة المنطلقة حربة، ناصر بن حمد بن راكان الوهيبي ينطلق مع المرتبة الرابعة. والمركز الخامس الغدوم والتقدم هناك أيضا من الأسماء والكبيرة بشعار محمد بن حمود الوهيبي من ينطلق في هذه اللحظات. أعود مع المركز الأول، أعود مع الصدارة مع قيادة هذا الشوط. انطلقت هملولة منذ البداية، سليمان بن سالم المالكي ينطلق مع هملولة، لكن الاسم الجديد دخلت جلمودة، ناصر بن محمد الدويكي ينطلق مع جلمودة من غير موازين هذا الشوط، منطلقة في هذا التحدي الجميل. لكن الوصول والتقدم في هذه اللحظات والوصول من هذا الشعار الكبير القادمة هناك بشعار محمد بن حمود الوهيبي مع الشاهنية، المنطلق في هذه اللحظات. أعود مع الصدارة مع المركز الأول جلمودة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الانطلاق الجميل والأجمل. هناك جلمودة مع المركز الأول، انطلقت جلمودة نهاية والأروع، نهاية والأروع بشعار محمد بن ناصر الدويكي، تهانينا والناموس. المركز الثاني كانت هناك مع المركز الثاني بشعار الشاهنية، أيضا محمد بن حمود الوهيبي المركز الثالث بشعار أيضا، وتقدم هناك بشعار ناصر بن حمد الوهيبي. دقيقتين وستة والتوقيت الزمني لهذا الشوط، تهانينا والناموس.